أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معنی مجمل یہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. إيمان مجمل. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب.